نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان في قرية تغدلكة بمحافظة المنوفية. يأتي ذلك ضمن جهود التحالف لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية. تنظم اليوم جمعية الأرمان عضو التحالف الوطني بمحافظة المنوفية وبمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي معرضاً لتوزيع الملابس مجاناً بدار المناسبات الخاص بقرية توخ دلكة التابعة لمركز تلا محافظة المنوفية. طبعا معرض الملابس دوت كله بالمجان، واحنا مستهدفين الكرة طبعا، لان الكرة هي فيها الاسر الاكثر احتياجا عامة في مستوى المحافظة. وده مش اول معرض، احنا طبعا بنعمل المعارض دي حوالي من 3 لـ4 مرات كل شهر شهر رحمن، يعني شهريا بنستهدف اكثر من حوالي 1200 اسرة تقريبا. يعني المعرض ده كله بالمجان طبعا عن طريق البحث والتحري عن الحالات المستحقه في القريه، بنقدر ندخل الناس اللي هي تستحق على حسب عدد الاسر اللي هي فيها. اليوم النهارده طبعا معرض ملابس بالتعاون مع جمعيه الارمان، طبعا معرض جميل جدا بمستوى عالي، ملابس جوده فخمه جدا، مش عايز اقول ان اغلبها جديده بشكل مشري لسه جديد. طبعا ده بيلبي طلبات الافراد الموجوده عندنا او المستفيدين الموجودين عندنا في الجمعيه، خصوصا ان احنا في داخلين على العيد، ويمكن مع ارتفاع الاسعار او ارتفاع اسعار الملابس ده طبعا هيوفر عبء كبير او يشيل عبء كبير عن الاسر الموجوده في الكوره عندنا. والحمد لله الناس اجتهدت ان هي توفر ملابس بجوده عاليه جدا، تعتبر كلها جديده تقريبا، شوزات جديده برضو، شنط جديده بكميات كبيره الحمد لله. يمكن النهارده الناس كده بتستفيد، مش عايز اقول رقم محدد عشان برضو صعب، لان الناس كثيره النهارده الحمد لله هتستفيد، وان شاء الله لسه لحد بعد الفطار برضو. التجهيزات كانت شغاله من امبارح تقريبا يوم كامل، فرز الحاجه لو حاجه مش سليمه، حاجه مش مظبوطه، حاجه عايزه تتظبط، فكل حاجه تقريبا جودتها جديده جدا. حبيت ان انا اعمل تطوع خيري واشارك مع جمعيه الارمان والتحالف الوطني وساعد الاسر المحتاجه والمواطنين. والله احنا في ايام مفترجه وشهر رمضان الكريم، واحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعد اللي نقدر نساعده من الناس المحتاجين في البلد. احنا بننظم المعرض النهارده للملابس في كل الفئات، للشباب للاطفال الحريم، وربنا يتقبل منا يا رب. احنا هنا طبعا عاملين معرض ملابس تابع لجمعية الأرمون. طبعا احنا عندنا هنا فرزنا الهدوم اللي موجودة وطلعنا طبعا الكويس منها جدا وعرضنا للناس علشان طبعا الناس تختار منهم. كمان الناس مبسوطة جدا بالحاجة اللي موجودة، واغلبها حاجات جديدة جدا خالص غير مستعملة. وطبعا يعني كل شخص ليه 4 قطع او 5 قطع على حسب يعني اللي موجود، وكل الناس تخرج مبسوطة يعني.